القاتل الإنسان، هون خطأ القاتل في إنه ما يعلم أهمية المال. وهون ما يذهبش بالكم الآن إلى أنه المال يعني النقود. في المال كل ما يتمول الإنسان وتميل إليه النفس وينتفع به الإنسان، هذا مال. إحنا اليوم لأنه المال عندنا بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى نقود. شو لما بنيجي الكت، لما أجوا فتحوا خزائن بن علي، مش شفتوه أنتوا في التلفزيون؟ وإذا بها مصفة تصفيت ملبدة البيد، ولما شفتوها ما شفتوش لما فتحوا خزائن بن علي، قصدي مرته طرابلسي، ها كيف جوا ملبد ملبد الإنسان. لما ما بيعرف حق المال، ولما المجتمعات ما بتوقف من المال الموقف اللي بيحدده الله، بيبدأ الإنسان على فكرة بيبدأ يهدر الطاقات. انتوا ناسين انه المال ابتداء هو طاقات بيبذلها الانسان. قديش فكر انت في المال لما اجى، ومع ذلك في ناس شو بيعملوا في هذا المال؟ بتلفوه بعد، خصوصا وانت لما تلاقيهم شبعوا وصار بطر وترف. لانه شو هو المترف على فكره؟ المترف مش الغني اللي بيعرف حقوق المال. المترف الغني اللي افسد غناه، لأن الغنى بيفسد. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. مين اللي ما بيطغاش؟ اللي ما بيستغنيش. طب مين اللي بيستغنيش؟ اللي دائما بيشعر إنه بحاجة إلى ربه. تبعتوا كيف؟ لذلك التربية الدينية دائما بتجعلك أنت تشعر باحتياجك إلى من هو أعظم. وهذاك اللي بيطغى اللي بيظن إنه خلص، يعني أنا آمن من كله بيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان على فكرة لما بيصير عنده المال الكثير هذا، هو ما بيصير يفكر شو وراء من جهد هذا المال، بده يبعثر. اليوم أنت بتيجي للغرب والشرق، تيجي تسمع شغلات مرات أنت بتستوعبهاش، كيف بيبنوا البيوت وشو بينفقوا عليها المليارات. وهون إشي عجيب. يعني مرات غرفة واحدة عنده تبني عندك عمارة عدة طوابق، غرفة واحدة عنده عمارة عدة طوابق. طيب وبيبدأ يعبث، بتلاقيه قال لوحة باعها الفنان في زمناته قبل ما يموت بدولارين ثلاثة، قال كان اشتراها بعشر ملايين لوحة هاي بعشر ملايين، يعني أكل عشر ملايين أكم من عمارة بتعمل، أكم من شخص بتستر هالعمارة هاي. وإذا بتشوفوا على الإنترنت مرات بيجيبوا كيف بكوا قاعدين على مأدبة بتكون إيش؟ سدر هائل، ها؟ بدوروا حوله بقدروش يوصلوا وسطه، بكون محطوط عليه كذا ذبيحة ضخمة، ها؟ وبأكلوا من الأطراف وبكوموا والباقي بنكب. وفي ناس بتموت جوع، وفي ناس بتموت جوع. ما يلقى في المزابل في مطاعم أوروبا يكفي أن يقضي على المجاعة في العالم اللي فيه مجاعة. هذا ظلم، معناته الإنسان مش عارف حق المال لإهدار والإتلاف. إذن لاحظوا الآن، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يعني هو بظن أنه مش رح يضيق عليه، يقول أهلكت مالا لبادا. يعني بصير الافتخار مش في انه انفق في محله، بصير الافتخار انه شوف تعبير اهلكت. شو يعني اهلكت؟ دليل على اتلاف. وبصير الافتخار، شوف هذا لما بيبلغ الانسان الجحود والترف، بصير الافتخار بانه اهلك مال كثير. يقول اهلكت مالا لبذا. لما الناس ما بتعرف حق المال وكيف تضعه في موضعه وضوابط أخذه وضوابط إنفاقه. عندنا في الإسلام الرأسمالية بتضع ضوابط على الأخذ مرات، بس على الإنفاق لا يكاد يضعه على الإنفاق شيء.
أخاطره. ولكن تسمع أنت في عالم الغرب إشي ها، وصارت دول الخليج وغيرها ما أنتم تشوفوا مين هذول اللي اللي بنطبق عليهم إيش أهلكتوا مالا لبادا. إذن أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يعني بتظل الأمور تمام ويمشي يجي وقت يضيق عليه وما فيش حدا ممكن يضيق عليه والأمور مفتوحة، لأنه دير بالكم الواحد بركن وكأنه خلصنا ويا ما سمعنا في ناس كانوا متلافين للأموال هم ونسوانهم ونسوانهم قبلهم وماشيات وراهم وصفوا على الحديد. كان يقول لك أنا ياما كبيت، ياما كب ويام ويام ويام. طب وهلكيت يا أخوي، وهلكيت يا أخوي، هلكيت بدور على اللقمة. إذا وانت بصير هذا الافتخار على فكرة، ياما كبيت وياما وياما أفنيت وياما بذرت. والمبذرين إخوان الشياطين، لهم بيعرفوش حق المال. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. معناته عم بيركز على حق المال، هذا اللي مش عم بيدرك الإنسان إنه الجهد اللي الله شوي قبل شوي أقسم 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 من أجل أن يقول لك لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الجهد اللي هو من أجل بناء الحضارات، من أجل البناء، مش من أجل الإتلاف، مش من أجل الإهلاك، مش من أجل التبذير. هذا اللي بيعرفش حق النعمة هو من إخوان الشياطين بضد منهج الإسلام. إذن أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يعني عندما يقول أهلكت مالا لبدا